شكوى كمان جات لي من نحن اهالي قرية ابو مناع بحري محافظة اسوان. حبايبي كلهم اهل اسوان والله. بنستغيث بكم من المياه الغير صالحة للشرب، واحنا بنشرب مياه جوفية والمواسير بتاعتها غير صالحة لمرور المياه. معانا على التليفون الأستاذ علي التهامي مقدم الشكوى، معانا الأستاذ جمال حلمي مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. أستاذ علي أهلا بيك. أستاذ جمال أهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك. سعادتك ايه؟ الله يخليك. هسمع الشكوى يا أستاذ جمال بعد إذنك من الأستاذ علي وناخد تعقيب من سيادتك يا فندم. اتفضل يا أستاذ علي قول شكوتك. طيب يا فندم، دلوقتي احنا عندنا مشكلة رئيسية في قرية أبو مناع بحري التابعة لمركز ديشنا، هي مشكلة المية. مشكلة المية عندنا مشكلة كبيرة. شح ضخ المياه بيبعد عن القرية حوالي 7 كيلو. السعة اللترية بتاعته يا فندم حوالي 400,000 لتر فقط، مش مغذي القرية بالمرة. 20% من القرية أو ما يزيد يعني تلت البلد بالضبط بيشرب من أبيار ارتوازية لا تصلح للاستخدام الآدمي بالمرة. طيب أنا عايز عشان أخد منك بوضوح، إيه اللي مطلوب بالضبط؟ المطلوب يا فندم ان احنا مرشح الضخ المياه دوت 400,000 لتر فقط مش مغذي القريه. يا اما وحده، يا اما محطه ميه للقريه تغذي القريه بسكانها، لان بيبقى حواليها سكان كتير برضو من القرى الاخرى. ايوه. يا اما يا فندم زياده عدد اللترات بتاعت مرشح ضخ المياه لحوالي 800,000 لتر فقط. خلينا ناخد تعقيب من استاذ علي التهامي. استاذ جمال حلمي مدير علاقات عامه بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بتاعنا. استاذ جمال اتفضل يا فندم، يعني ايه رد سيادتك على الشكوى؟ اهلا وسهلا دكتور بحضرتك. الله يخليك. اهلا وسهلا. بدايه انا احب اوصل بس معلومه للاستاذ علي. أيوة. ان عندنا المحطه الرئيسيه يا فندم اللي هي بيقول عليها الاستاذ علي، هو طالب او قال حاجه من اتنين، يا اما محطه ميه يا اما تزودوا السعه بتاعت المرشح. تمام. هو حاليا هو لو كان راح، هو حاليا احنا المحطه دي 400 لتر ثانيه. أيوة. مش 4000 لتر يوم، لا هي 400 لتر ثانيه بتطلع. تم انشاء بوست الرافع، هو اكيد عارف كده، بوست الرافع لقرى ابو مناع بالتحديد لانها قرى جبليه يا فندم. جبليه بعيده عن عن المحطه بحوالي 7 كيلو او 8 كيلو. تمام. تم انشاء بوست الرافع لرفع الميه للمكان للاماكن المرتفعه دي. وبالفعل الميه وصلت هناك. بس البوست يا فندم، انا اسف يا دكتور عمر. ايوه يا فندم. اول اتكلم انا يا دكتور عمرو. اتفضل انا سامعك. البوستر يا فندم اتعمل بالفعل ولكن الى الان لم يعمل. وفي نفس الوقت هيعمل امتى يا جمال بيه؟ هيعمل لا امتى؟ لا يا فندم البوستر شغال بالفعل، بس شغال مناوبات يا فندم، لان احنا القرى دي كانت بتتغذى من ابار التوازي. طيب. تم ايقافها عن طريق الصحه واحنا وقفناها. فكده الكميه الميه اللي عندي اللي موجوده اللي انا بعرف اتصرف فيها قلت. طب تسمح لي اقول اقتراح في زمان؟ حاليا بالفعل جاري التوسعه تحت اشراف الهيئه القوميه. عظيم. جاري التوسعه المحطه امتى بقى؟ امتى امتى ثانيه ل 800 متر. امتى ثانية. امتى بقى ده يحصل؟ ده كلام محترم جدا. ده بالفعل شغالين فيه. احنا دلوقتي. طيب. بنضغط على الهيئه القوميه عشان نخلص المشروع ده ان شاء الله قبل الصيف. بعد احترامي دكتور عمرو للاستاذ جمال، احنا مشكله الميه بقى لها معانا كتير جدا وعملنا. طيب. شكل انا عشان تسمحوا لي استاذ جمال. استاذ جمال استاذ جمال استاذ جمال برضو. أيوه. لازم الاستاذ علي يبقى فاهم ان المحطه دي ساعتها التصميميه بتاعتها 400 لتر ثانيه، احنا بنشغلها في اوقات الذروه 600 لتر ثانيه. طيب. ده ازاي؟ انا عايز عشان المواطن المياه. طيب استاذ جمال اسمعني بعد اذن سيادتك، بعد اذن حضرتك، هل عندك مانع تلتقي بالمواطن بكره الصبح عشان يعني يقعد مع حضرتك يجي لك؟ طيب. يا فندم منور. احنا لسه بنشتغل دلوقتي. ايوه. من 8 ل 8. طيب يجي لك الساعه كام يا استاذ جمال؟ في اي وقت يا فندم. يا استاذ علي اتفضل يا دكتور عمرو. بكره الساعه 10 صباحا تروح للاستاذ جمال حلمي تقابله وتقعد معاه وتفهم منه التفاصيل كلها. كتر خيرك. وانا الاسبوع الجاي هذيع نتيجه ما تم بينكم ان شاء الله. خلاص. طيب انا هاجي المكتب. شكرا. جمال فين يا دكتور عمرو؟ في المحافظه. في الشركه. في الشركه في الصالحيه. لا يا فندم، في شركه المياه في الصالحيه. خلاص. في شركه المياه في الصالحيه وتشوف التوسعات. خلاص وتشوف التوسعات. تمام يا استاذ علي. تمام يا استاذ علي. مفيش مشكله. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عمرو. بس يعني يا ريت يكون في فعلا حد. يا فندم حضرتك. لأن انا ما بتكلمش يا استاذ علي. بعد اذنك يا استاذ علي روح له
اقعد معاه افهم منه تفاصيل الموضوع ايه وشوف هتتفقوا على حلول ايه وبلغونا الاسبوع الجاي هنتابع معاكم ايه اللي تم ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ علي التهامي وشكرا للاستاذ جمال حلمي. حلقتنا خلصت وفي انتظار رسائل حضراتكم وشكاويكم وطلباتكم عشان نحاول نحققها لكم ان شاء الله دايما في واحد من الناس. تصبحوا على الف خير.